أهلا بكم أصدقاء الكرنفاليين في كل مكان في العالم. هل قابلتم كرنفاليا من قبل من هؤلاء الكرنفاليين الذين قدموا عروضا ومشاهد وأغاني ومسيرات كرنفالية؟ ستتعرفون عليهم الآن وعلى المواضيع الاجتماعية التي عملوا عليها والمشهد الذي قاموا به والطرق الفنية المختلفة التي قاموا بأدائها. أنا أحمد صالح، منشئ مسرح الكرنفال من المدينة للفنون. من الجميل أن تتعرفوا على فنانين اختاروا أن يعملوا مع المجتمع ويلتزموا بقضاياه، فيما يمكن أن تطلقوا عليهم أنهم فناني المجتمع أو فنانينكم أنتم، وأتمنى أن تكونوا مثلهم. سنتعرف الآن على شافها الواد قام وشه اتغير، جا ناحيتها عشان يعاكسها، مد ايديه قطعت ملابسها، جا ناحيتها عشان يعاكسها، مد ايديه قطعت ملابسها. صرخت صرخة الناس سمعت، ايليه وداي. سمعت خالة ام احمد صوتها، كان في ايديها الطن بتدقه، مشيت جري وسابت بيتها، جت على الواد تضربه وتزقه، جت على الواد تضربه وتزقه، جت على الواد تضربه وتزقه. صح الراجل قام مغلوط، ألف ايه عمل تاني من النمرود، صح الراجل قام مغلوط، ألف ايه عمل تاني من النمرود. كبرت وسعت صبحت ورد، جابوا الناس رئيس الشرطة، كبرت وسعت صبحت ورد، جابوا الناس رئيس الشرطة. شدوا الواد على الاسم خدوه، الواد ده يحلق صلبطة، تاخده تشد في قلب الحتة، الواد ده يحلق صلبطة. أصدقاء الكرنفاليين، أخبرونا عن رأيكم عن الفنانين الاجتماعيين الذين شاهدتموهم وفي المشاهد المعروضة، وشاركونا أفكاركم عن الموضوع الاجتماعي المطروح. ولو أعجبتكم الطريقة الفنية المستخدمة فقوموا بعمل مشهد كرنفالي مع أصدقائكم، صوروه وأرسلوه إلينا.